الإسلام الحاج عبد إبراهيم من يسأل خبث لا خليفة يسأل جمد شيخ الإسلام جن سمتي خليفة الحاج محمد جن دماغ فالصلاة جان شدس سنشا سنية باركين ومن يوكم خليفة الحاج محمد جن دماغ السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته متابعينا الأعزاء أهلا بكم في برنامجكم القرآن الكريم واليوم نتحدث معكم عن شخصية إسلامية بارزة ومناضل كبير هو الإعلامي الكبير سيد محمد الأمين ياس الذي رحل إلى الآخرة صبيحة يوم الثلاثاء الرابع من شهر ديسمبر 2018 عن عمر ناهز 68 السيد محمد الأمين ياس من وجهاء السنغال مفكر إسلامي وصاحب رؤية إصلاحية اجتماعية ومن أبرز الإعلاميين المستعربين كاتب وروائي وشاعر من أشد المدافعين عن قضايا الأمة العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية لمن لا يعرف الفقيد الكبير سيدي الأمين ياس نقتصر محطات حياته باقتطاف لمزيد من المعلومات تابعوا هذا التقرير الذي أعده. من هو الإعلامي السنغالي الأستاذ سيدي محمد الأمين ياس؟ الأستاذ سيدي محمد الأمين ياس ولد في مدينة كاولاخ بتاريخ 15 من شهر أغسطس في عام 1950 وينتسب لعائلة دينية معروفة الحسب والنسب على مستوى السنغال وإفريقيا قاطبة. هو ابن علامة ورجل ديني سنغالي. والده خليفة الحاج محمد ياس ابن الشيخ مام عبد الله ياس مؤسس الفرع الياساني للطريقة التجانية، ووالدته الشريفة أمينة بنت برهم من عشيرة موريتانية ذائعة الصيت وتنحدر من أصول هاشمية لآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. وبدأ مسيرته المهنية في مجال تعليم اللغة العربية في عام 1971 إلى عام 1975، غادر بعدها إلى القاهرة والتحق بجامعة الأزهر لدراسة الحقوق والفقه الشرعي، وترأس اتحاد الطلبة السنغاليين بمصر، ولدى عودته لعب دورا كبيرا في تطوير الاهتمام باللغة العربية ببلده التي تهيمن على إدارتها اللغة الفرنسية. ومن أجل محاربة النفوذ الأجنبي دخل حلبة الإعلام وشكل في عام 1985 أو في عام 1984 صحيفة نصف شهرية أسماها والفجر، والتي أصبحت يومية في عام 1987، ثم تطورت إلى إذاعة راديو في عام 1997، وتدريجيا إلى قناة تلفزيونية أيضا وقناة إلكترونية محدثة، لتصبح مجموعته الإعلامية الأولى من نوعها في الإعلام الخاص على مستوى إقليم الغرب الإفريقي. يضاف إلى ذلك أن إسهاماته الثقافية وإنتاجه الأدبي والروائي جعله صاحب أهم منبر يحسب له السياسيون السنغاليون كل حساب. عرف عنه العصامية وعدم قبول المساومات على المواقف. كان صوت من لا صوت له، وكان عدوه الأول هو النفوذ الأجنبي ببلاده والتبعية الاستعمارية، كما تميز بلغة التوحيد ودعوة الإصلاح. وكان معروفا عنه تمسكه باقتداء الكوفية الفلسطينية في معظم منابره، تغميزا لكونه من أشد المدافعين عن القضية الفلسطينية في القارة الإفريقية. توفي يوم أمس الرابع من شهر ديسمبر كانون الأول من عام 2018 بعد أزمة قلبية حادة عن عمر ناهز 68 من العمر رحمة الله عليه. من هو متابعينا الأعزاء، من هنا وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية الحلقة من برنامجكم القرآن الكريم.
التي كنا نتحدث معكم عن سيرة السيد محمد الأمين ياس مؤسس مجموعة الإعلامية والفجري التي يعد أكبر إنجاز في الإعلام في السنغال وفي غرب إفريقيا. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفره ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين ببركة القرآن الكريم. كان معكم في التقديم والإعداد بن زهرة، وفي المونتاج معاذ بن فاضل. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.